ولكن نروح بقى لحاجة مهمة وكان أسامة كلمكم فيها. بصوا يا جماعة، يعني الحقيقة وأنا بتفرج النهاردة كنت فخور جدا بإن أنا هنا في خط أحمر أنا وأسامة إعلاميين بيمثلوا النادي الأهلي، وفعلا فخور بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأن كمان عندنا أفكار راسخة بنرددها طول الوقت، والبعض مع الوقت يا جماعة بيكتشف طب ما الناس اللي بتقوله ده هو الحقيقة اللي احنا شايفينها قدامنا. النادي الأهلي في مباراتين هما ظروف صعبة جدا، بيروح قدام الجزائر فريق شباب بلوزداد في الجزائر وهو بيلعبش من 50 يوم، بتروح وتقدر تحقق نتيجة إيجابية وانت في ظروف سيئة جدا، إصابات، غيابات، عندك 50 يوم ما بتلعبش كورة ومع ذلك بتروح تحقق نتيجة إيجابية. طيب بتروح تلعب ميدياما، هتقول لي ميدياما لا، ده انت بتروح تلعب على ملعب بالشكل اللي احنا شفناه ده، بتروح تلعب في غانا وانت عندك مشكلة مريت بيها في ظروف الرحلة وفي ظروف السفر قبلها، اكيد كان لها تأثير سلبي جدا. بتروح تلعب وانت في ظروف حتى داخل المباراة مش هي الافضل، ولكن ومع ذلك بتقدر ترجع بالثلاث نقاط اللي بتحافظ ليك على صدارة المجموعة وبتقربك كتير جدا من التأهل في صدارة المجموعة. يمكن اللقطات اكيد هنروح لها، ولكن مهم هنا ان احنا بنتكلم عن مفهوم مختلف في النادي الاهلي، وهو ان النادي الاهلي اللي لديه القدره دي ان هو في اصعب الظروف يحقق افضل النتائج، دي عقليه تخص النادي الاهلي وطبيعه تخص النادي الاهلي وفلسفه تخص النادي الاهلي. فالنادي الاهلي قدر بشكل كبير يحقق حاجة مهمة جدا يا جماعة، يحقق درس. ايه هو الدرس؟ ان النادي الاهلي هو واحد في مصر، في نادي اهلي واحد، ملوش كوبي، ملوش نسخة تانية، ملوش تقليد، مفيش كده خلطة هتجيبها وتحاول تطلع منها حاجة شبه النادي الاهلي، هتفشل. وانا بشوف النهاردة ان اخفاق بيراميدز محتاجين نقف عنده، مش عشان بيراميدز، بيراميدز لديه إدارة، لديه مسؤولين، لديه مستثمرين يقدروا يتكلموا في التجربة بتاعته ومدى تحقيقها لنجاحاتها، شأن يخصهم سواء حققوا أو ما حققوش، ده شيء يخصهم هم. ولكن أنا هنا بتكلم عن النادي الأهلي، إيه علاقة ده بده؟ أقول لك علاقة ده بده، أقول لك علاقة فريق بيثبت للجميع إن يا جماعة لا، القصة صعبة. وزي ما قلنا لكم وطول الوقت بنقول لكم على الشاشة دي، عشان كده بقول لكم إحنا لنا دايما أفكار واضحة، إن الأهلي بيتعاقب عشان سهل الموضوع على الناس. لما تلاقي الأهلي 4 سنين في نهائي أفريقيا بيحقق 3 منهم، لما تلاقي النادي الأهلي 2017 في النهائي، 2018 في النهائي، 2019 لا، ثم 4 سنين تانيين في النهائي، آخر 7 نسخ النادي الأهلي لعب النهائي 6 منهم. فمين اللي عمل كده؟ مين اللي خلى البعض بضيق أفق شديد وبقصور شديد في الرؤية يطلع يقول لك اصل النادي الاهلي والبطوله سهله وهي فين الفرق اللي في افريقيا؟ يا جماعه قلناها 100 مره في الشاشه دي وفي المكان ده، اللي بيقول كده هو بيسيء لفريقه مش الاهلي، لان انا بروح بخرج في منافسات عالميه بحقق تالت عالم وبحقق برونزيه، فانا ده قدر الطبيعي في كل حته. انما لما انت تيجي تقول ان النادي الاهلي بطل في مسابقه ما فيش فريق مصري على مدار ما يقرب من ربع قرن هز اللقب ولا حقق اللقب فيها، فانت بتسيء للفرق دي. انت بتقول واقع الفرق دي ان الفرق دي اضعف من الفرق اللي انت بتقول عليها ضعيفه. طب هل الفرق دي ضعيفه؟ هل الفرق دي ما صرفتش؟ وحاجه مهمه جدا ان اسامه نشير اليها كمان، لان البعض بيتجاهلها. البعض بيجي يتكلم اصل النادي الاهلي بيتوفر ليه رعايه وفلوس وبتاع، ولو وفرت لي ده. طب هو سؤال يا جماعه مهم جدا، هو نادي زي بيراميدز ده ما توفرلوش ارقام هي الاكثر انفاقا خلال الثلاث اربع خمس سنين اللي فاتوا دول؟ طب حقق اللي حققه النادي الاهلي؟ فالقصه هنا محتاجه يا جماعه نقف كلنا قدام نفسنا واقفه في الرياضه المصريه، واقفه في الاعلام المصري، ان هذا النادي اللي اسمه النادي الاهلي اللي يحمل وحيدا سمعه الدفاع عن الكره المصريه ما بين الانديه قاريا اخر ربع قرن، يستحق ان هو انجازاته وبطولاته تقدر بشكل مختلف من اعلامه المحلي. ما الاقيش ان انا بسمع من اعلام اخر كل ما يستحقه النادي الاهلي، وهنا ناس بتقلل وتحاول تفسد الفرحه بمنتهى البلاهه على النادي الاهلي. واعتقد النادي الاهلي بيبرهن ده. وحاجه كمان مهمه واخيره في النقطه دي، لما انت بتيجي بتشوف بعض المواقع
تخرج وتتصيد للنادي الاهلي فكره ان فريق اخر انت النادي الاهلي مش طرف خالص في الموضوع، فتبدا تقول لان بيراميدز مثلا بيحقق نتيجه ايجابيه مع سان داونز خارج الارض، فيقول لك بيراميدز ينجح في حل عقده الاهلي مع سان داونز خارج الارض. طب النهارده يا جماعه المواقع دي ما بتجيش تقول ليه ان النادي الاهلي بينجح في التاهل والصعود عن مجموعته 8 مرات متتاليه في عقده لجميع الفرق المصريه؟ ليه ما بنجيش نقول النهارده ان النادي الاهلي ينجح في الصعود على حساب مازيمبي مثلا، ان بيراميدز يفشل في الصعود على حساب مازيمبي زي ما النادي الاهلي عمل في 2012 وتصدر المجموعه اللي كان فيها مازيمبي وحقق اللقب؟ ليه ما بنقولش ان الفرق الافريقيه او النادي زي بيراميدز يفشل في الفوز على مازيمبي خارج الارض بخلاف النادي الاهلي اللي فاز على ميدياما؟ هي فين العناوين دي؟ لو عندنا بجد مصداقيه يا اسامه يبقى كان طبيعي ننتظر ان احنا نشوف العناوين دي.